ولد ب 16 نيسان عام 1934 طفل قدر لإله إنه يصير واحد من أحد أعمدة المسرح اللبناني، نبيه أبو الحسن اللي ترعرع بكنف عائلة كبيرة بتتألف من 9 أطفال، 4 ذكور و5 إناث. نشأ بأجواء ريفية حيث كان لحن الطفولة بيتمثل بأصوات الطبيعة وأغاني الحقول. من نعومة أظافره بلش نبيه يشعر بجاذبية غامضة نحو الفن. كانت بداية الطريق لما بلغ 14 من عمره، لما اعتلى خشبات المسارح المدرسية بالجبل، وهنيك قدم أعمال مسرحية مثل شعلة من الصحراء لفريد مدور وبعض مسرحيات موليير مثل البخيل ومريض الوهم. فكان هالشاب عم يلمع كالنجم الصاعد وسط تلك العروض. وفيما كان يشتعل حماس الفن داخل نبيه، حملته رياح الطموح على مصر حيث نال دبلوما بالتمثيل ليبلش رحلته الفنية الجادة. إطلالاته الأولى كانت على شاشات التلفزيون حيث شارك بالعديد من المسلسلات، أهم مسلسل أخوة شاناي اللي لم يكن مجرد مسلسل عابر بالنسبة له، بل كان بمثابة بوابة واسعة نحو الشهرة والنجاح حيث رسخ اسمه بعقول الجماهير. ولكن نبيه لم يتوقف عند التلفزيون، بل انطلق نحو المسرح مجسد شخصيات تركت بصمة لا تمحى. من أبرز أعماله المسرحية جحا في القرى الأمامية، انتظار جورو، والفرمان. ومع كل دور كان يجسد نبيه أبو الحسن شخصيات ثورية نقدية تحاكي الواقع وتنتقده بجرأة لا مثيل لها. ولم يكن وحده بهالرحلة، فقد تعاون مع عمالقة المسرح مثل باسم نصر وجلال خوري وأنطوان غندور ليقدم مسرحيات خالدة حملت بطياتها قضايا وهموم الناس. ومع مرور الزمن أصبح نبيه أبو الحسن أحد أبرز الأسماء بالمسرح اللبناني. تميز بتقديم شخصية الأخوت، وهي شخصية كانت رمز للتمرد والنقد الاجتماعي، وكان له الفضل بتحويل هالشخصية من مجرد دور بمسلسل تلفزيوني إلى أيقونة مسرحية بعدة مسرحيات مثل أخوت شاناي ونابليون وأخوت بالعربي وغيرها. تميز نبيه بشخصية كوميدية فريدة بتعكس تناقضات الحياة، حيث جمع بين البراءة والذكاء وبين الجدية والفكاهة. وكانت هالشخصية اللي عشقها الجمهور بتتنقل بين المعقول وغير المعقول، وبتكشف لنا حكمة الحياة بلمسة من الجنون. كانت مسيرة نبيه أبو الحسن بالمسرح طويلة ومليئة بالنجاحات. اشتغل مع كبار المخرجين والمدربين مثل شكيب خوري وبرج فازليان، وشارك بأهم الأعمال المسرحية مثل لعبة الختيار والزنزلخت، وأبدع بالمفتش العام ومجدلون ضمن أعمال محترف بيروت للمسرح. ارتبط اسمه بنجاحات كبيرة بالمسرح اللبناني، وقدم أعمال بتعبر عن هموم الناس وتطلعات. وبعد ما أضاء خشبات المسرح بأعماله الرائعة، قرر أنه يخوض تجربة جديدة بحياته الفنية، وهي الإنتاج المسرحي. كان ذلك بعد النجاح الباهر اللي حققه بمسرحية جحا في القرى الأمامية، واللي فتحت له الأبواب للإنتاج، فقدم مسرحيات ناجحة تانية مثل أخوة شاناي على مسرح الفينيسيا ببيروت، وأخوة شاناي في الجبهة عام 1974 اللي شكلت إنتاج مميز بمشاركة عدد من الكتاب الكبار. رغم كل هالنجاحات لم يكن نبيه مجرد فنان عادي، بل كان صاحب مواقف جريئة. كان يؤمن بأنه الفن لازم يكون صادق ويعكس واقع الناس ومعاناتهم. وبأحد لقاءاته تحدث عن هالمواقف قائلا: أخوة شاناي شخصية بتصطدم بالعالم، بتجسد الصراع بين المثالية والواقع وبين العدل والظلم. وبشخصية جحا كان بهمني أنه أظهر ذكاء الإنسان بالتعامل مع مشاكل الحياة. ومع كل هالنجاحات ما نسي نبيه جذوره. كان يقول دايما انه نشأ بعيلة كبيرة تعلم منها قيم التعاون والاحترام،
وكان يحكي بفخر عن طفولته بقرية بتخناي، حيث كانت الطبيعة مصدر إلهامه وحيث بدأت رحلته نحو عالم الفن. بيقول نبيع عن بداياته: نحن 9 أشخاص بظل أب وأم، كنا قانعين بالحياة الطيبة المنعيشة ببلدة بتخناي، وكان للأسرة نصيبة بالمزارع والحقول، وكنت اتحمل شقاوة إخوتي واتبنى أي موقف أو حادث ما دامت المسألة ما بتجرح كرامتي. كنت بعمر 5 سنين لما صرت رافق أمي للحقول، وكنا نغني طول الطريق، وبظل هالمناخ والطبيعة والوديان والجبال كان الجمال بيتفاعل بداخلي وبيحملني لعالم الفن. لما نزلت على بيروت كنت بال17 من عمري، وكان سلاحي شهادة السيرتيفيكا، ووصلت تعليمي ليلا واشتغلت نهارا، وتعلمت الموسيقى بالكونسيرفاتوار، وكنت تواق للغناء والتلحين. رجعت اشتغلت بالصحافة وحصلت على شهادة الهاي سكول. من بعدها تلقيت منحة لكمل علومي بالنقطة الرابعة بقسم الصحة، فاخترت تعلم الإنجليزية، لكن الفن كان عم يتفاعل بداخلي، فقدمت سكتشات وعزفت على العود. وبأحد اللقاءات بيقول أبو الحسن: أخوة شناي شخصية متصادمة مع الناس، مرة بيكون عصبي ومرة انطوائي، أما القبضاي فهو دور صعب بيحكي عن مفهوم البطولة بهالعالم المتخلف، بينما بجحا كان بهمني الإنسان اللي بيعرف كيف يتخلص من مشاكل الحياة بذكاء ودهاء. باتنين كانون الأول سنة 1993 رحل نبيه أبو الحسن بشكل مفاجئ ومؤلم لما نتعرض لحادث سير مأساوي، ولكن رغم رحيله بقيت ذكرى بقلوب محبي، وبقي خالد كرمز للفن الصادق اللي بيعكس هموم الناس. غيبوا الموت قبل أسبوع من تقديم مسرحية أخوة حبت السلام اللي قام شقيق المهندس محمود أبو الحسن بتمثيله وفاء لإله. بعد وفاته وقف خيه إذن على خشبة المسرح ليكمل اللي بلشوا نبيه، وكان ذلك بمثابة تحية لروحه الطاهرة اللي رح تبقى تضوي طريق الفن. الدولة اللبنانية كرمت نبيه أبو الحسن بوسام الأرز من رتبة فارس تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدموا من إسهامات كبيرة للمسرح اللبناني. رحل نبيه لكن ذكراه رح تبقى حية بقلوب الجميع، ورح يضل أخوة شناي رمز للمسرح الثوري اللي بيعكس صوت الشعب.